قد يكون نجاح السويسري ريني فايلر في دخول قلوب الملايين من عشاق القلعة الحمراء هو الحدث الأهم خلال المرحلة الماضية، بعدما كسب الرهان في المحطات الصعبة التي خاضها سواء بالدوري أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليزداد سقف طموح جماهير الأحمر في إمكانية حصد البطولات والألقاب تحت قيادة السويسري. فايلر نجح في تغيير جلد الفريق وأدخل عناصر جديدة على التشكيلة الحمراء، مع وجود دكة بدلاء قوية وأكثر من لاعب مميز في مركز واحد، وظهر ذلك مؤخرا بعد تصعيد أكثر من لاعب على رأسهم الظهير الأيسر محمد شكري والعربي بدر ومشاركتهما في ودية سموحة، بجانب إعادة صالح جمعة لتدريبات الفريق والسيطرة على غرفة خلع الملابس ونجوم الفريق لتكون الكلمة العليا له في القلعة الحمراء. ثقة جماهير الأهلي كبيرة في السويسري من خلال إمكانية الحفاظ على لقب الدوري وتحقيق البطولة 42، خصوصا أنه يتصدر المسابقة من بداية الموسم بفارق كبير عن أقرب منافسي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، بعد أن خاض الفريق 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل مرة واحدة. في النهاية التتويج بالدوري أصبح لا يكفي جماهير الأهلي مع فايلر، وإنما الفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد طول غياب، فهل يكون السويسري على الموعد وينجح في كسب الرهان؟أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كابتن عبد الرحمن واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، شرفني النهارده. أنا كابتن سيف. مبارك كابتن. الحمد لله. إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام. متفائل من عودة الدوري؟ والله مبسوط من عودة الدوري. أه. وطبعا التفاؤل يعني بالنسبة لرجوع الكورة ورجوع الناس اللي هي المرتبطين بشغلهم بالكورة بتبقى حاجة كويسة قوي. شايف الإجراءات كويسة؟ نعم. شايف الإجراءات كويسة؟ انا اقول لك حاجه مهمه قوي، يعني الخوف مخلينا برضو ايه اللي هو يعني الدوري الالماني، لو رجعت الدوري الالماني لما جه يبدا فاكر كان في حالات وكان في حالات كتير قوي. اه. فالناس كانت عندها تصميم ان هي تلعب الدوري، ولكن انا شايف ان الاجراءات ممكن عندنا في مصر كويسه جدا، وتقدر انك انت ان شاء الله يعني تقدر تخوض الدوري وتخلصه زي عشان تواكب العالم كله. الزمالك والاهلي وبيراميدز داخلين على السخ. اه. مقدمين كرة حلوه. والله بص انا الماتشات اللي هي الاحتكاك بتاع ماتشات الدوري انا يعني من وجهه نظري الافوأ بدنيا او بالمعنى الاصح اللي عنده مدرب احمد كويس. الاثنين فايقين. اه لا يعني شوف الفوقان ده لانهم يعني وحشاهم الكوره. آه. انا عاوز اشوف بقى بعد المباريات، بعد دخول المباريات. تلعب مباراة حضرتك الرسمي يبقى حاجة تانية. الرسمي اه طبعا حاجة تانية. الحاجة التانية المهمة انت هتلعب مباراة متلاحقة، فتشوف بقى الإجهاد وهتشوف يمكن انت عارف لعيبة الكورة دايما لما بتغيب عن الكورة فترة وترجع تلعب انت فاهم في البداية بيبقى في وحشة فبيلعبوا كورة كويسة قوي، ولكن في الآخر قادر أقول لك الفيصل في الموضوع مين اللي هيلعب كورة كويسة، افتكر ان المكسب هيبقى الاهم. العالم كله كده لما رجع الدوريات كلها رجعت في العالم الاداء بتاع الانديه ما كانش، يعني مثلا لو مسكت ريال مدريد في اسبانيا خد البطوله باداء اقدر اقول لك انه بيكسب 1-0 1-0 1-0 بنالتي الحاجات دي. الاداء مش مهم في الوقت ده قد المهم انك انت تدرج لعيبتك وازاي انك انت تفوز بالمباريات باقل مجهود. الناس مستغربه شويه على سموحه، يعني سموحه قسم الزمالك 5 من الاهلي 4 نتائج كبيره، حتى الودي لو ما يعبرش، حتى الودي لو مش دليل، بس الفرق الكبيره الودي يفرق معاها معنويا. اكيد طبعا، يعني الفرقه لما تكون بتعمل تحضير وبتخسر ارقام كبيره تقدر تقول ان في خلل، يعني على الاقل في فرقتك، يعني فرقتك اتغلبت من الزمالك رقم كبير ومن الاهلي برضو، ففي حاجه هتقدر تلمها نفسيا، هتقدر تلمها، هي دي بقى شغلانه الكابتن حماده صدقي. هي تقدر تلم؟ اه طبعا، ولكن اللم بتاع افتكر انه البدايه قويه
يعني التدرج في المباراة ما كانش من وجهة نظر يعني كان ممكن ياخد مباراة أقل شوية في البداية يدي الثقة وبعدين يلعب. صعبة قوي ابتداها أهلي زمالك صعبة جدا كابتن. هي يعني هو سلاح ذو حدين. في مدربين دي مدارس، في مدرب عايز يبدأ يعلى ملوش دعوة بالنتائج، وأنا أفتكر الكابتن حمد الصدقي كان عايز يعمل كده. بس حضرتك عمرنا ما سمعنا ولا شفناها إن تعلى وتوطى، يعني أسمع إنها توطى وتعلى، يعني مستحيل تاخد اهلي زمالك تيجي قبل ده تاخد ماتشات قليله صعب. لا اللي هو انا عايز اقول لك انت هو هو لعب على عنصر تجهيز فرقته، يلعب مباراه قويه بغض النظر عن النتيجه يبدا بيها قوي علشان يدي لياقه بدنيه اعلى، يدي لياقه ذهنيه اعلى، يفضل يبدا مع لعيبته ان هو يروح للمستوى الاعلى. كابتن بس انت ينزل. بس انت النهارده جايب فرقتك بتلعب الاهلي والزمالك في مباراه متزاعه، وده اهلي وزمالك وكرة وحشاك يعني، واللعيبة لسه راجعة، فهتبقى اللعيبة دايسة وقرصة بشكل كبير يعني. كان قرار برضو، ما هو ما انا قلت لك هي مدارس يعني، في يعني في واحد ممكن يبدأ بمباراة ضعيفة علشان يوصل للأقوى والأقوى بعدين ينزل ضعيفة تاني قبل الدوري تمام، وفي واحد تاني عاوز يبدأ مبارياتين قوية بغض النظر على النتيجة وبعدين ينزل بمباراة ضعيفة، ممكن يلعب مباراة الأيام الجاية. الناس الجاي. بتسأله وبرضه حضرتك ضليع في سموحة يعني إن كابتن حمادة في ماتش، وكابتن حمادة مدير فني كبير، كابتن حمادة في ماتش الزمالك اتفتح الملعب، توقعوا إن الأهلي هيواجه صعوبات، هتبقى الدنيا مقفولة، اتفتح الملعب برضه. ما هو ما يعني أنا يمكن مش جوه الجهاز علشان أقول لك الفكرة بتاعت الكابتن حمادة أو ليه هو عمل كده. يمكن في انت فاكر يا كابتن سيف لما كانوا بالذات مدربين المنتخبات لما بيجي يلعبوا بطوله قويه، في مدرب جريء بيحب يلعب مباريات صعبه قوي، بس ده عنده ثقه انه مش هيقولوه لو في مباراه طبعا مدنية. بس في التوقيت ده بيكون فرقته جاهزه وواقفه على قراره، ابتدي تقيل ولا خفيف. لا انا بتكلم اخد اللعيبه جاهزه. لا ما هو النادي الاهلي لما يلعب سموحه برضه، ما هو نادي سموحه نادي كبير بالنسبه للنادي الاهلي اقل ولكن برضه نادي كبير، النادي الاهلي بدا بيه، فهي ما فيش مشكله في بدايتك انت تلعب مع مين، المشكله في الاستراتيجيه اللي انت عاملها. هل انت عامل عشان تعلي اللياقه البدنيه واللياقه الذهنيه بتاعت اللعيب بسرعه وبعدين تنزل بيه تاني؟ انا كنت هكمل لك حته المدربين المنتخبات في البلاد اللي هي بالذات اللي بيبقى فيها الاقاله سريعه، إقالة المدربين سريعة بيعملوا إيه؟ أحيانا المدرب بيروح ياخد الماتشات الودية الخفيفة قوي ما تعبرش عن مستواه، يروح يتصدم بالرسمي تمام؟ وفي مدرب تاني عشان حتى لو خسر يقول لهم مفاجأة، ما أنا كسبان قبل ما أروح. لكن لو رايح خسران أصلا وخسر هيمشي. لا فلما يلعب مباراة، في ناس ما بيختاروش المباراة القوية ليه؟ لأنه ممكن يخسر خمسة زي كده، فالناس ممكن تمشي في الوقت ده يقول لك لا الأداء مش كويس، فهي مدارس بين مدربين كتير قوي. ولكن الكابتن حمادة أفتكر إنه النتيجة بتاعت أهل والزمالك ما تعبرش عن 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 فرقة سموحة المفروض يعني، واللي في دماغه أكيد إنه هو بيعلى بيهم علشان ينزل تاني عشان لما يجي يلعب مباريات الدوري يبقى خد الصدمة دي في البداية وبعدين يعمل أداء كويس. الواقع دلوقتي بيقول إن الأهلي طاير في حتة لوحده أكيد، وإن الزمالك والمقاولين وبيراميدز ويخش معهم الاتحاد خناقه. خناقه في المراكز اللي هي المفترض لبطوله افريقيا او الكونفدراليه. لكن اللي انا عايز اقوله لك انه مين يكمل؟ شوف انا عايز اقول لك انا المقاولين العرب اتمنى ان هي تكمل لانه ادائهم كويس. ولكن انا عارف ان هم بيجوا في الوسط كده وبيقفوا شويه، لكن اتمنى ان هم يكملوا بصوره كويسه. لكن خلينا نتكلم على الحته الاولانيه بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هو مش ضامن الى ما ينتهي عدد المباريات مع عدد الابناط. لو البنت اعلى عايز تقول حضرتك يعني الاهلي مش هيريح على كده وعايز يفنش بدري ويحسم القصه. اكيد عشان يعمل اولا هيشتغل على رقم، ثانيا هيعمل اعداد لبطوله افريقيا قبل النهائي وللنهائي ان شاء الله. عنده كمان ماتش الاهلي والزمالك يوم 22. اكيد، ما هو دي برضه حاجه كويسه انه يبدا كمان يلعب الزمالك في الوقت ده، علشان انت عارف في الاخر النادي الاهلي هيكون حسم، فعاوزين مباراه تبقى برضه فيها نديه يعني. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ كان معايا الكابتن اكرامي دلوقتي في الانترو. وكنت بساله على شريف اكرامي، فقال لي شريف، قال لفايلر ان انا موجود يعني لو عوزتني،
لو ما عصنيش يعني ريحني خليني يعني فك من عليه الضغط. ضغط ايه؟ فك من على فايلر الضغط، يعني فك من على فايلر. لا فايلر ما بيتضغطش. يعني رأي حضرتك. لا انا بقول لك فايلر حلاوته ان هو ما بيتضغطش، عارف ليه؟ لانه النادي الاهلي ادارته بتسند المدرب. يعني اداره النادي الاهلي بتدي للمدرب. فك من عليه الضغط. لا انا اللي عبرت غلط. يعني جت منه ما جاتش من فايلر بالبلدي. لو انا عايز اقول لك شريف لعيب كبير، حارس مرمى النادي الاهلي وحارس كبير طبعا، لكن اللي انا عايز اقوله لك يمكن شريف حسبها انا من وجهه نظر حسبه صح جدا. ليه؟ لان في النادي الاهلي لازم بيبقى فيه جون واحد هو اللي بيلعب، والتاريخ ما فيش الا استثناء واحد اللي حصل مع الكابتن ثابت والكابتن اكرامي، لانهم كانوا الاثنين قريبين والاثنين اقوياء جدا. ولكن في الوقت الحالي مثلا شناوي بيلعب، بس هو دلوقتي يعني لما يجي شريف يقول في الوقت ده برضه مش صح من وجهه نظر، لانه المفترض انك انت تكمل مع ناديك الى اخر النفس. ايه بس هو مش متعد افريقي، فهو اكيد عارف ان مش هيلعب افريقي. ما هو هيبقى عارف ان فايلر هيبقى عنده الاولويه للمتعد افريقيا. طب وممكن يريح اللعيبه في الدوري، يلعب بلعيبه في الدوري علشان حتى لو عمل كده هيستعين باللي هو عايزه بعد افريقيا، هيستعين باللي هو هيحضره السنه الجايه، عمره ما هيستعين برقم ثلاثة اللي ماشي. لا شوف مفيش كده، انت ممكن تجيب لعيب يلعب معاك ماتشين ثلاثة. لعيب مش حارس مرمى يعني حارس مرمى حضرتك انا عندي ثلاثة، هلاعب الشناوي ولا هحضر علي لطفي ولا ادي الفرصه لمصطفى شوبير ولا اخد شريف اللي بعد شهرين هيكون في نادي تاني. ولكن الراجل متعاقد مع النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي طبعا، ورساله للاعبين انه الى اخر نفس مع النادي الاهلي. يعني انا ده اللي احنا اتعلمناه واللي احنا شفناه، انا حتى هو كمان يدخل كمان جو المنافسه، هو ممكن لازم هيتمرن وهيتمرن مع اللعيبه كتير، افرض احتاجته. هو كره القدم ليها ضمانات. لا يعني ما هو اكيد بخبراته هيتمرن لا كويس. لا لا يعني انا اقول لك حاجه، هي كره القدم ليها ضمانات. لا حصل كتير قوي وحصلت معايا انا وانا كمدرب، ما كانش عندي الا حارس مرمى واحد اتعور ثلاثه ورا بعض، وما كانش عندي الا حارس واحد وبلعب بالحارس الاحتياطي واحد من جوه الملعب. فكرت وبلعب ماتش كبير، بلعب ماتش مع النصر السعودي مع الشباب السعودي، وكنت بلعب بحارس صغير وما كانش معايا احتياطي، وتعور وليد عبد الله، تعور في العويس اللي هو في الاهلي دلوقتي اتعور. فانا بكلمك ثلاث حراس اتعوروا في تمرينه في مباراه وفي المباراه الثانيه، فاكيد الفرقه محتاجاه. وانت طالما محترف يبقى الفرقه لو احتاجتك حتى لو في تمرين انك تساعد لعيبتك في التمرين لازم تتواجد. لكن كون انه شال الضغط من على فايلر مش في دماغه الحاجات دي اكيد، لانه مدرب محترف عارف هو عاوز يوصل لايه. ممكن يلاعب شريف اكرامي في مباراه دوري ما تعلمش، ممكن لا قدر الله اتنين حراس يتصابوا فانت تخاف تلاعب الحارس اللي يلعب معاك في افريقيا مثلا، فتلاعب اللي انت مش المفروض ان هو مش هيكمل معاك السنه الجايه. يعني الموضوع ما انتهاش لكده. اسباب ان فايلر جاب صالح جمعه تاني واداله الفرصه تاني عشان صالح لعيب كبير، ما احنا ما اختلفناش عليها من زمان دي. ما هو في اصل خلي بالك صالح جمعه ما بيتعملش كتير. اصل حضرتك ممكن يكون الرد مع يعني احترامي طبعا يعني كلام حضرتك فوق دماغي، بس ممكن يكون الرد كده ليه؟ ليه ممكن يكون الرد ان صالح ما بيتعملش كتير، ولا الرد ان صالح جمعه لعيب كبير؟ لان دي انا بقولها من وانا صغير. ايوه فقتلناها بحث، واخر لقاء كان الراجل ضيف معايا انا وكابتن شوبير وسالته قال صالح جمعه لعيب كويس ربنا يوفقه في اي حته، الموضوع معاه اتقفل. حلو، ايه السر اللي يخليه يرجع يفتحه تاني؟ ما اللي انا قلتها لك وانت ما خدتش بالك منها. في لعيب زي صالح جمعه ده لعيب كبير، النادي نفسه كاداره او كمدرب ما اقدرش ان انا اخد فيه قرار سريع بغض النظر على اللي حصل. انا لو كل لعيب هيخطا خطا ولا اتنين ولا تلاته هرمي كل لعيبه مصر، مش هتلاقي لعيب في مصر. عاوز تقول لي ان لعيبه مصر كلها ملتزمه الالتزام الواو يعني؟ لا. حضرتك عايز تقول لي ان اداره الاهلي تدخلت موضوع صالح؟ لا مفيش حاجه اسمها تدخل. حضرتك قلت كده دلوقتي؟ انا بقول لك ده لعيب كبير تمام. في ممتلكات نادي تمام. حتى لو انت مدرب هو تمام. المحترفين كده صح. في اوقات انت تكون مدرب عايز تعمل كل حاجه صح من وجهه نظرك، وعاوز تمشي 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 تمشي، لكن دي ممتلكات نادي.
في ممكن لعيب ما تلعبوش لكن يقعد، بس ما تفرضش عليا انك تلعب انك تلعبني. ودي حصلت. طب ما ده دي اللي الراجل قاله. ما دي حصلت في النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله لك وده حصل في النادي الاهلي. حصل في النادي الاهلي قبل كده مع مانويل جوزيه في لعيبه واتقال له واتقال انه يمشي. زي مين يا كابتن؟ لا دي ده سر من اسرار النادي. طب وتبين اسرار يا كابتن؟ لا لا عمرك قلت لي سر هنا حد عرفه؟ هو ما فيش حد يعرفه بس. طيب. انا عايز اقول لك حاجه. عيب عليك. مش كل معلومه اي واحد بينتمي النادي ودي احنا متعلمينها. مش كل معلومه ممكن تتقال ممكن يعني يعني زي اللي احنا بنشوفه الايام دي الهرتله اللي في القنوات والحاجات دي. احنا اتعلمنا حاجه مهمه ان احنا الكلمة نقولها مظبوط وفي المكان المظبوط وفي الوقت المظبوط. لكن أنا بديتك مثال إن صالح جمعة لمصلحة النادي يقعد. حلو؟ ولأنه لعيب كبير اللي أنا قلتها لك في البداية. صالح جمعة لعيب كبير من اللعيبة اللي أنت تتمنى إنه تتعدل. سمعت امبارح حديث كابتن فاروق جعفر؟ ما هو ده اللي أنا بقول لك عليه الموضوع يعني. طبعا كابتن فاروق كابتننا. طب ما خلينا بعد الفاصل. ماشي. عشان هسألك على الموضوع ده سؤالين ثلاثة تانيين. اوكي. احتمال حضرتك تقولهم لي. لا مش هتقولهم لي؟ ما احتمال مش موجودين، عرفت منين انك هتغلط يا كابتن؟ عرفت منين؟ ما دلوقتي زمن الغلط، احنا في زمن الغلط. احتمال يكونوا مش موجودين أصلا. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني بقى مع كابتن عادل والحديث اللي طلعنا بيه. قلت انا مش هقول ومش هتكلم وحتى لو اصريت وحتى لو كان فيه انا مش هحكي. على ايه؟ انت قلت لي كده. مسالتك على كابتن فاروق جعفر قلت لي لا 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 انا مش هتكلم. لا انا بقول لك انه انا قلت لك ان كابتن فاروق ما كانش موفق في في التصريح ده. يعني حتى الـ 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 الكلام ما يتقالش يعني، انت فاهم؟ ده وكمان والكلام ده انت سمعت عنه قبل كده يا كابتن؟ لا. وعاوز اقول لك حاجه يعني احنا عاوزين نتكلم على انه الجزء بتاع نادي الزمالك هو حر فيه يعني اتكلم فيه وهو بيقول انا كنت شاهد على الامر وده انا ماليش دعوه بيه، لكن جزء المنتخب بتاع 90 مثلا يعني اللي اتكلم على ان منتخب 90 اتجامل. طيب لو احنا قلنا ان منتخب 90 اتجامل وما كانش يستاهل انه يروح كاس العالم، تمام؟ ايه الاداء اللي اداه منتخب 90 في كاس العالم؟ انت بتلاعب ثلاث فرق. ايرلندا كان تصنيف متقدم قوي يمكن الاول في العالم في الفتره دي. هولندا بطلت اوروبا 88 فان باستن وخوليت والناس دي كلها وانجلترا وما ادراك ما انجلترا في الكوره يعني. وانت بتلعب معاهم اول مباراتين لعبتهم انت بنتين، هولندا بنتين، ايرلندا بنتين، انجلترا بنتين، انت جول وكل فرقه جول. يعني انت كمان خسرت المباراه بتاعت انجلترا في اخر 18 دقيقه او اخر 16 دقيقه في جون خطا مننا او خطا من طالعه ممكن تكون خطا من الكابتن شوبير وهشام ياكل لما لمست ايده كانت طالعه بره لمست دماغه ودخل الجون. ادائك مميز يبقى ازاي انك انت ما وصلتش بجداره؟ لكن اللي اتقال ما يعني انت عارف فكرني في فيلم الكيت كات الشيخ حسني بالظبط. فانا مش عارف يعني ما كانش موفق كابتن فاروق. لكن انت في الاهلي ما عاشرتش وانت بتلعب؟ لا الاهلي ما فيش الكلام ده خالص. انا بكلمك بمنتهى الامانه. الاهلي في اوقات احنا كنا بنبقى حاسمين الدوري وفي فرق بتعز علينا جدا كلاعيبه بتصارع على الهبوط ونزلناها علشان دي مباراه. اديك مثال، احنا يعني فرقه المقاولين العرب فرقه كبيره جدا ولاعيبه كويسه قوي وطول عمرهم ابطال وبياخدوا بطولات افريقيا. احنا كنا حاسمين الدوري قبلها بفتره وبنلعبهم ماتش فاصل، لو تعادلوا معانا بس هيقعدوا في الدوري. كسبناهم وكان الناس اللي بتعلمنا زي الكابتن طارق سليم الله يرحمه والكابتن صالح سليم الله يرحمه كان يقول لك الكوره بدون انك انت تبقى فير في كل حاجه
ما تبقاش لعيب هو كورة. ممكن فريق ياخد بطولات بالتحكيم فعلا ولا ده ممكن يكون كلام فقط؟ طب ما احنا دلوقتي نرجع لشرايط المباريات ونشوف يعني. طيب اديك مثال، الرامو جون الرامو بتاع الترجي والاهلي مثلا اللي بايديه. طب ما هو ده اداله بطوله وخطا ممكن يكون متعمد او مش متعمد، ولكن احنا بالنسبه لنا انا شايف انه ممكن يكون خطا حكم يديك بطوله لكن مش متعمد، ده من وجهه نظري لاني انا المفترض ان احنا لكن مش دوري. لا دوري ايه؟ الدوري للاقوياء واللي عندهم تيم كويس واللي عندهم احتياطي كويس، حتى لو ساعدك مين مش تاخد دوري. يعني في كلام كتير كان بيتقال دوريات النادي الاهلي ومش دوريات النادي الاهلي، لا يعني انا بحب الاحصائيات ودخلت اكتر من دوري من الدوريات اللي خدناها وشفت الاستفاده مثلا للنادي الاهلي في اللبنات قد ايه، والاستفاده للفرقه الثانيه اللي هي كانت بتنافسك على بطوله الدوري. الزمالك يعني ما بجيبش ما اقولش الزمالك لكن يعني الفرقه المنافس الزمالك يعني. لا وليه ما كان في منافسين سموحه مثلا منافسه الاهلي مره جبت المنافس تقليد الزمالك. لا هي بتتقال مجازا لكن انا بكلمك يعني هو السنه دي في منافسه لا طيب ما احنا بنتكلم لا وفي كتير وفي اوقات كتير لا انا بتكلم من المنافس التقليدي ليك يعني اللي انت بتتكلم عليه الزمالك الكلام اللي احنا بنقوله في مصر ان يعني ممكن سموحه يقابلك موسم حد يقابلك موسمين لكن على والاسماعيلي على الطريق في الطويل طب ما هو الاسماعيلي برضه سرع كتير وخد بطولات وخد دوري لكن انا بتكلم على انه احنا لو ارقام النادي الاهلي عنده 42 بطوله مثلا تمام دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم على ال 42 بطوله انا احيانا بشوف احصائيات كتير قوي وبشوف استفاد الزمالك قد ايه والاهلي استفاد قد ايه وبشوف انديه تانية استفادت. طب هديك حاجه مهمه جدا مثلا فرقه الاسيوطي في دوري من الدوريات تمام جالها 22 بنالتي في الموسم ايوه صح الاهلي مع علي ماهر بس دي كانت احسان ان هو بيهاجم على طول 22 بنالتي انت ضحكت ليه كده؟ لا يعني انا بكلمك انت استهزأت بكلامي يا كابتن لا والله ما والله العظيم عايز تقول لي انت بتقول اي كلام لا انا بحسك يا كابتن لا والله لا والله عايز تقول لي كده والله لا اصل انا عايز تقول لي انت بتهرج لا اصل انا عايز اقول لك حاجه يعني هم عشان ما كانش هجوم؟ لا يعني هجوم يعني الاسيوطي لما يتحسب له في الاهلي والزمالك والحاجات دي كان بيهاجم انا مش بتكلم يعني على عايز تقول ان دي حكام؟ لا مش بتكلم على حكام مفيش حكام انا بكلمك ان الاسيوطي جاله 22 بنالتي ايوه كنايه على ايه او 23 بنالتي محدش يتكلم ليه كنايه على ان البنالتي بنالتي وبيتحسب طب ما انا ما قلت يعني بيهاجم كتير ايوه يعني لا انا اللي ضحكني ايه أيوة. ان متعارف ان البنالتي لازم يبقى للاهلي والزمالك في مصر طب ما الاسيوطي جاله جمال الغندور مره حكم في مباراه حسب 5 بنالتي ايه المشكله عمرك شجعت الزمالك انا اشجع الزمالك في حاله واحده بس لما يلعب لمصر لكن يعني لو النادي الاهلي ما وفقش في البطوله الافريقيه والزمالك في النهائي تشجع الزمالك اشجعه طبعا لا دي بص كلام محترم كان معايا برضو كابتن حماد انور قبل حضرتك وقال لي لو الاهلي في النهائي اشجع الاهلي عارف ليه لان مصر اكبر من اهلي وزمالك صح برافو عليك فاصل بقى بعد الكلمتين الحلوين دول ونرجع بعد الفاصل نكمل حوار هو السؤال بقى في قاعدة الناشئين احنا نمتلك قاعدة ناشئين اكيد يعني انت عندك المفترض عندك عدد كبير جدا احنا 100 مليون يعني 110 مليون وصلنا دلوقتي لكن مين اللي يروح له ومين اللي يجيبهم يعني انت فاهم دي مهمة قوي لكن المواهب نعترف ان هي قلت وقلت كتير قوي انت بتختبر حوالي مثلا يعني كنا في النادي الاهلي السنة اللي فات كنا بنختبر سنوي بنخش لنا في 60,000 ولا حاجة في جميع الفرق ما بتلاقيش 2 لعيبة 3 لعيبة ودي علشان احنا خسرنا حاجات مهمة جدا في مصر أول حاجة الساحات الشعبية خسرتها لعب الشارع اللي احنا كنا بنقول عليه معظم لعيبة مصر كلها طالعة من كده الساحات اللي هي جوه المدارس لازم كان بيبقى فيها ملاعب الموضوع قل شوية
الحاجة التانية المهمة انت بتعتمد دلوقتي على المناطق اللي هي فيها الحاجات دي زي الشرقية مثلا، الى الان عندها اماكن تقدر تمارس فيها كرة القدم، ولكن الموهبة اللي هي التالنت اللي احنا كنا بنشوفه زمان عشان الكرة اتغيرت وفكر الكرة اتغير، ما بقتش تلاقي عشان الكرة بقت صناعة دلوقتي، ما بقتش تلاقي اللعيبة اللي هم الحريفة قوي زي زمان. يمكن انت الجيل الواحد كان بيبقى فيه حوالي 15 20 لاعب. طالما اتكلمنا على اللعيبه الحريفه، لو انت مكان فايلر ممكن ازاي تستغل وجود رمضان صبحي وكهربا؟ اقول لك يعني اولا احتروا فيها العلماء. لا ليه؟ اولا فايلر طريقه لعبه دي المهم. يعني انت بتتكلم على فايلر مثلا لما كان ما بيحبش وليد ازارو يبقى موجود في الملعب معاه، كان بيلعب مين؟ اجاي، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل يزيد ثبات من تحت. ويزيد من تحت ويجي من الاطراف. لكن كهربا ممكن يلعب تحت الراس حربه. كابتن، اثبتت التجارب كل الناس الفنيين قالوا ان انسب مكان لكهربا الطرف الشمال، دي الحته اللي بيستمتع بيها وحتته وعدلته اللي بيخش عليها، هي نفس حته رمضان اللي بيتالق فيها، اي حاجه تانية اي قصه تانية مش هيقدم افضل ما عنده. يعني انا دلوقتي عندي اتنين لعيبه كويسين قوي. ايوه بس خلي بال حضرتك لازم استخدمهم، بس في اللي كويس اللي اكتر منه في مكان تاني، يعني لما تيجي تنزله في النص هتقابل قفش. تمام، انا على طريقه اللعب على الفرقه اللي هلعبها. النادي الاهلي دايما بيبقى مهاجم، يعني انت فاهمني. وبعدين ما بقتش الموضوع دلوقتي انك انت ممكن تغير في طريقه اللعب في جوه الملعب، يعني الناس بتتكلم على طريقه اللعب وكانها ثابته، يعني لما بيتقال هنلعب 4-3-3 تبقى ثابته طول المباراه، ده تشكيل بس بيتقال، لكن انت في الناحيه الهجوميه في ناس بتكمل فبتتغير الطريقه لحاجه وبتغير الطريقه لحاجه يعني التانية. انت وجهه نظر حضرتك انك ممكن لو لازم استغله طبعا. استغله، وبعدين عايز اقول لك حاجه، انا ممكن استغله اوقات، يعني ممكن اشتغل بيهم اوقات. لكن رمضان صبحي في الوقت الحالي كان افضل لاعب في مصر قبل كورونا، وكان مستواه عالي جدا. انا اللي كنت منتظر منك ان احنا النادي الاهلي لازم يبقى على رمضان ولا رمضان يمشي، علشان الرقم كبير. يعني النادي الاهلي بيحاول بس ممكن الموضوع يفوق طاقته. يعني لا، ال 200 مليون انا ما فيش حاجه تفوق طاقه الفكر، بمعنى انا ممكن اجيبه ب 200 مليون وابيعه اكتر. ما هو دلوقتي كره القدم اقتصاد واحنا اعترفنا بكده خلاص. انك انا خلاص عاوزين نعمل زي يعني حضرتك لو في النادي الاهلي تدفع اي رقم في رمضان وسوقه كويس وتسوقه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. الله يخليك. بشكرك كابتن شرف بوجود حضرتك دايما. الله يكرمك. الله يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن عادل عبد الرحمن، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، بشكره شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده واخبار جديده، استني بكره في نفس الميعاد. اشوفكم على خير.